خالص. معبر رفح من جانبنا احنا فاتحينه بشكل مستمر، وكنا مستعدين. احنا قبل كده كنا بندخل قبل موضوع 7 اكتوبر ده ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون. طيب يبقى النهاردة لما يبقى فيه أزمة كبيرة زي كده، تفتكروا ان احنا من صفاتنا او من سماتنا ان احنا، طب هنعمل كده ليه؟ النقطة دي الإعلام، مش الإعلام المصري، بعض الناس يعني بعض القنوات قامت بدور عشان تسيء لينا. بقول تاني، معبر رفح لم يغلق أبدا، إنما كان فيه إجراءات أخرى من الجانب الآخر كنا لازم نعملها عشان الحاجة اللي احنا بنقدمها تدخل حقيقة للناس. فمش الدور مش عندنا احنا بس، لا، في جانب اخر مهم قوي ان انتوا تعرفوا النقطه دي. وكل الضغط اللي كان موجود والحصار اللي كان موجود كنا احنا حريصين جدا من اول يوم على ان ده يعني نرفضه ونجابهه. بس طبعا مش مجابهه زي ما الناس فاهمه كده ان احنا ممكن، لا، احنا بنتكلم كدوله بتتعامل في اطار قواعد قانون دولي وفي اطار اجراءات تهدف الى، مش هنشعل الموضوع اكتر ما هو مشتعل يعني. فمهم بس ان انا اقول ليكم كلكم، وانتوا اكيد عارفين ده لان انتوا كنتوا موجودين على تواصل مستمر، لكن اكيد المصريين بيسمعوني وناس كتير تانية في الدنيا بتسمعني دلوقتي. معبر رفح لم يغلق ابدا ومش هيغلق ابدا في وجه مساعدات تدخل للقطاع. انا بشكركم كلكم الحقيقة، كل من متشكر جدا، بس العمل اللي انتوا عملتوه ده واللي لسه مخلص، العمل اللي انتوا عملتوه واللي لسه مخلص، احنا لا طبعا احنا عايزين ندخل اكبر حجم من المساعدات في الظروف الصعبة ديت. ليه؟ لان احنا بنتكلم على احتياجات 2.3 مليون انسان تحت الحصار، فهم محتاجين كل حاجة. مفيش مية، مفيش وقود، مفيش كهرباء، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية. فخلال إن شاء الله الأيام ليت واللي جاية إن شاء الله هنستمر في دعمنا ومساندتنا. وأنا عارف إن الشعب المصري أبدا كل طوايفه وكل فئاته وكل قدراته وكل منظمات المجتمع المدني هتساهم، وأنا بدعوهم مرة تانية، اللي فات كوم واللي جاي يكوم تاني، اللي فات كوم واللي جاي يكوم تاني. متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر جدا، شكرا جزيلا.